أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نعاود بعد بريك فور 10 مينتس وناخد اللاست ليكتشر في النيرف، وهي هتبقى نو مور ذان 60 مينتس 1 اور ليكتشر 4. فاحنا هنقول دلوقتي نبتدي بانه Factors affecting membrane potential and excitability. ده سؤال نظري مهم ضمن الأسئلة السبعة اللي هنحط لوحة بيهم في الآخر، اللي هم في النظري، واللي بقول إنه ما هواش حد بحيث إنه يجي أو ما يجيش منهم، ما ينفعش يغيرهم. يعني هديهم لك ليلة التحريري تقراهم هتعرف الإجابة، وهبقول لكم في الآخر إزاي بنتصرف في المالتيبل تشويس كويشنز. فنتوقع نبتدئ factors affecting membrane potential and excitability. في ثلاث عوامل، أول عامل اللي هو الصوديوم اللي هو A موجود أهو على يمينك، وبعدين هننتقل إلى بوتاسيوم، وعن صوديوم بوتاسيوم بامب، حتى لطيفة، يبقى صوديوم بوتاسيوم صوديوم بوتاسيوم بامب، سهلة في تذكرها. رول اوف صوديوم، رول اوف بوتاسيوم، رول اوف صوديوم بوتاسيوم بامب. طيب بص معايا، الأول في نقطة مهمة جدا إن أنا كنت قلتها لك برضو من ضمن الهدايا اللي اديتهم لكم، إن البولارايز ستيت اللي هو ريستنج ممبر بوتنشال، والري هي ري إيه؟ هي عودة لإيه؟ اسمها ري إيه؟ Repolarization. دول مرتبطين بالبوتاسيوم، في حين الريفرسال بولاريتي اللي بنسميها مجازا ديبولاريزيشن، ريفرسال يعني العكس، يبقى مش ممكن تبقى بوتاسيوم تبقى صوديوم. دي قاعده اولى حفظناها بطريقه لطيفه. تاني البولاريز ستيت والري، ري ايه؟ قولها انت سامعك. ريبولاريزيشن سببها بوتاسيوم، بس الشانل مختلفه. الشانل اللي عامله البولاريز ستيت ريستنج ممبر بوتنشال اللي هي الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانلز، وحتى قلت لك ايه المعلومات بتاعتها. اي شانل تبقى بروتين، وبعدين قلنا بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم 20 100 مره، ونان جيتد، اهم حاجه نان جيتد فاتحه على طول، وجبناها سؤال. بينما الريبولاريزيشن مسؤول عنه بوتاسيوم برضو، بس تشانل تانية خالص اللي هي فولتج جيتد بوتاسيوم تشانل. طب يبقى الصوديوم سؤال مسكين مهم جدا، مسؤول عن انهي ظاهره؟ ظاهره الريفرسال بولاريتي، العكس، وعشان كده ما خدناش بوتاسيوم خدنا صوديوم اللي هو الديبولاريزيشن مجازا. وقلت ان الثلاثه تشانلز دول حصل هودجكن وهاكسلي على جائزه نوبل، كل مره بنقعد نقولها للستودنتس اوفر هير. ابتدي يعني بحب الشرح اللي هو رياضي شويه، واللي هو زي ما بقول يعني بقى ساعات كده ابتئس لما واحد يقعد يشرح للطلبه وعمال يلف ويدور مش قادر يهت النقطه اللي هو عاوزها، وكلام سايح وانشا، ببقى مبتئس ليه وللطلبه اللي بتسمع. تعال نحط قواعد اولموست رياضيه. يمكن زي ما قلت لك ان انا في فترة من حياتي دخلت فنية عسكرية في الأول، ما دخلتش طب أول حاجة، كنت من أوائل الثانوية العامة. أبويا حتى كان تاني على الثانوية العامة، بس كانت الثانوية العامة أيامه 500، إنما كان التاني برضه على القطر المصري. فاستخسرت روحي في الطب ودخلت فنية عسكرية. المهم دي شكلت تفكيري الرياضي شوية. فتعالى رياضيا، الإكسايتابيليتي اللي هي الاستجابة، لما النيرف تديله ستيمولس بيستجيب يعمل إيه؟ ديبولاريزيشن، يبقى تساوي ديبولاريزيشن. والديبولاريزيشن سببها ايه؟ صوديوم انفلكس، دخول الصوديوم. يبقى دي قاعده رياضيه اهي، النيرف لما تديله ستيمولس ما بيضربكش، ما بيقولكش كلمه مش لطيفه، لما تديله ستيمولس بدل ما هو في البولاريز ستيت بيستجيب بانه يقلب لك وشه، يعمل لك ريفرسال بولاريتي. يبقى الاكسيتابيليتي في النيرف هي عباره عن دي بولاريزيشن، والديبولاريزيشن سببها صوديوم انفلكس. يبقى ناخدها من الاخر، يبقى اي حاجه تقلل الصوديوم انفلكس بالازرق هتقلل الديبولاريزيشن بالازرق، هتقلل الاكسيتابيلتي، وبالعكس
اي حاجه تزود السوديوم انفلكس هتزود الديبولاريزيشن، هتزود الاكسيتابيلتي. طيب تعالى نبتدي بالاهم، وهي الحاجات اللي بتنقص الصوديوم بيرميابيلتي وبالتالي تمنع الصوديوم انه يدخل، تقلل انفلكس، تقلل ديبولاريزيشن، تقلل اكسيتابيلتي، لدرجه تسموها ممبرين ستابيلايزرز. ده سؤال شافه مهم جدا، يبقى يقول لك يعني مين لما يسالك من هم الممبرين ستابيلايزرز اللي بتخلي الممبرين ستيبل ومش عارف يستجيب. ما انا بص تخيل كده، انا قاعد بعدين واحد عمل لي كده فانا اتخضيت اهو، لكن عمل لي كده ما اتخضيتش ستيبل، يبقى انا ما ابديتش استجابه. يبقى كلمه ستابيليتي تتمشى مع ان مفيش استجابه، ممبرين ستابيلايزر تخلي الممبرين ستيبل، يعني تدي له ستيمولس لا يستجيب، عشان تفهم الكلمه. يبقى ستابيلايزر مفيش استجابه، بتقلل الاكسيتابيلتي. تمام. طيب يبقى انا اقلل الاكسيتابيلتي رياضيا يعني امنع الديبولاريزيشن، يعني امنع دخول الصوديوم. يمكن منع دخول الصوديوم بطريقتين، سيرجي كمال حال جمله بتاعت العبد الله، انا في شخص غير مرغوب فيه بره مش عاوز يدخل، في طريقتين. اول طريقه اقفل الباب، ده اللي بيعمله اللوكال انستيتكس المخدرات الموضعيه، ودي كلمه من شقين برضو احب الترمينولوجي. الثيزيا يعني احساس، ان يعني لا، انستيزيا يعني لا احساس، زي الكوكايين. وطبعا الكوكايين ده المذر دراج اللي اتاخد منه كل اللوكال انستيتكس، بس هو نفسه ما بيستخدمش كوكايين لانه مش سيف دلوقتي، بس بيشموه خلاص. حتى سيد درويش كان مصر كلها بتشم الكوكايين، فعمل اغنيه غناها الراجل اللي اسمه حسن فايق اللي بيضحك ضحكه طويله قوي في فيلم اسماعيل ياسين لو فاكرين، كانت سبب في ان مصر سابت الكوكايين. كان بيقول شم الكوكايين خلاني مسكين، مناخيري بتون وقلبي حزين. فمصر بسبب الاغنيه دي، سيد درويش نفسه كان مدمن، سابوا الكوكايين واتجهت بعض الناس الى الهيروين اللي هو اخطر. ما علينا نرجع تاني موضوع. فالكوكايين ده دلوقتي ده قلنا يعني ده سمعه سيئه، لكن هو المذر دراج الدواء الام اللي اتاخد منه كل اللوكال انستاتكس زي الزايلوكين واللجنوكين. لما بروح لدكتور اسنان تبقى فاهم الحقنه اللي بيديها لك دي عباره عن ايه، دي لوكال انستاتكس عملت ايه، قفلت الفولتج جيتد صوديوم شانلز، قفلتها فالصوديوم مش داخل، يبقى مفيش دي، مفيش صوديوم انفلكس، يبقى مفيش دي بولاريزيشن، يبقى مش هيطلع اكشن تنشن، المخ ما وصلوش اي حاجه، فانت مش حاسس اي حاجه، نو اكسيتابيلتي، فانت قاعد على الكرسي ستيبل، الممبرين ستيبل بتاع النيرف وحضرتك ستيبل، يخلع زي ما يخلع مش حاسس حاجه. يبقى يمكن منع دخول الصوديوم اول طريقه كما الحياه باغلاق الباب باللوكال انستاتكس كما الكوكايين. طب في طريقه ثانيه، ان انا فاتح الباب، فاتح الباب بس موقف قبضيات كده، عارف البادي جاردز واقفين على الاوتيلات واقفين على حاجات كتيره يعني نايت كلابز وحاجات مش لطيفه، صحش سنكم تتعاملوا مع الحاجات السخيفه دي. خلاص واقفين راجل كده بادي جارد، الباب مفتوح بس حضرتك مش داخل، مين البادي جارد اللي بيمنع دخول الصوديوم واقوى منه؟ الايونايز كالسيوم، لانه بيحمل يعني شحنتين موجبتين والصوديوم عنده شحنه واحده فيعمل له ريبالشن. يبقى لو زودت الايونايز كالسيوم في الاكسترا فلويد بيحرس الجيتس بتاعه الفولتج جيتد صوديوم شانل، صوديوم بوزيتيف والكالسيوم بوزيتيف يعمل له ريبالشن يمنع دخوله. يبقى واقول لك حاجه، ده سؤال من اشهر اسئله في الشفا، مين لو كتب لك اهم اين في الاكسيتابيلتي يحط لك اربع اينز ما تقراش السؤال. The most important ion affecting the excitability is ما تقراش بوتاسيوم صوديوم كلورايد كالسيوم، كالسيوم هو الصح. وعلاقه عكسيه حتى عشان كده حطيت لك ارجوح، خدها مش بالوزن، خدها بالموقع، لما الايونايز كالسيوم يقل الاكسيتابيلتي تزيد. وللمستمع يتخيل لما الايونايز كالسيوم يزيد الاكسيتابيلتي تقل، صح؟ يعني ماشيه بالعكس. ده اهم اين في جسمك يتحكم في الاكسيتابيلتي.
بزعل من الطلبه اللي ما عندهاش دقه يقول لي الكالسيوم غلط. اسمعني افتح ودانك. مين اهم حد بيتحكم في الاكسيتابيلتي؟ ايونايز كالسيوم كما قوه شمشون في شعره قوه الكالسيوم في التشارجز. لو الكالسيوم مش متاين ما يقدرش يعمل ريبالشن للصوديوم. فعدم الدقه والبرفكشن بزعل منه. هنا تصنع الاوائل. لما يسالني انا طالب وانا من الاوائل مين اهم حاجه بتتحكم في الاكسيتابيلتي تقول ايونايز كالسيوم. مش اقول كالسيوم، قوه الكالسيوم في التشارجز بتاعته هي دي بتعمل ريبالشن للصوديوم. يبقى ده واحد من اشهر اسئله. مين الممبرين ستابلايزرز؟ اثنين. شوف اهو حاجه تمنع دخول الصوديوم، الباب مفتوح بس الصوديوم مش هيدخل. زياده الايونايز كالسيوم في الاكسترا فلويد او اقفل الباب. مفيش ابضاي، اقفل الباب. لوكال انستيتكس كوكايين. بالعكس ايه اللي يزود الاكسيتابيلتي؟ لو زودت الصوديوم بيرميابيلتي، وده اقل اهميه على فكره، دول مهمين عشان كده بدات بيهم. اللوكال انستيتكس طب دول اقل اهميه. ايه اللي يزود الاكسيتابيلتي؟ لو حاجه بتزود الصوديوم بيرميابيلتي يبقى بالعكس شيل البادي جارد. ديكريزد ايونايز كالسيوم، مفيش ايونايز كالسيوم الصوديوم يدخل زي الفل. الراجل اللي كان بيمنعه اللي عنده تو بوزيتيف تشارجز مش موجود. وحاجه عكس اللوكال انستيتكس تفتح الفولتج جيتد صوديوم شان اسمها فيراترين، ماده سامه ما حدش بيستخدمها، حاجات يعني تجريبيه. عشان كده دول مهمين. وحتى ليهم اسم اهو، ما يقولكش عمره عشان يبقى سؤال داخل سؤال، ما يقولكش فاكتورز ديكريسنج الاكسيتابيلتي اللي هي الاهم. قلت لك الصيغه يقول لك مين هم، وفي الام اس كيو الممبرين ستابلايزرز اللي يخلوا الممبرين ستيبل. حتى بقولها بطريقه تنسى وحضرتك قاعد ستيبل على الكرسي ده تستجيب. يبقى حتى كوني ستيبل يقول لك ده ما بيستجيبش ستيبل. حاولت اهوشه كده ما استجابش. ليه؟ ستيبل. يبقى الممبرين ستابلايزرز بتقلل الاكسيتابيلتي، دول اللي تهتم بيهم اكتر. ورياضيا اهي، امنع الصوديوم انفلكس ما يحصلش ديبولايزيشن، ما يحصلش اكسيتابيلتي. يا تقفل الباب باللوكال انستيتكس، وفهمتك الكلمه جايه منين، انستيجيا كلمتين زي الكوكايين اللي هو المذر دراج، وزي الابضاي اللي هو الايونايز كالسيوم. طيب لو واحد عنده نقص الصوديوم في الدم، دي كلمه من ثلاث اجزاء، هايبو يعني نقص، نيتريوم اللي هو الصوديوم، وايميا عن دم. وبارجع لمحاضرات البلاد تعرف ان ليه سموا الصوديوم نيتريوم والبوتاسيوم كاليوم، دي اسماء عربيه وليست لاتينيه. كنا قلناها نيتريوم عشان وجدوه العرب في وادي الناترون فسموه نيتريوم، وبوتاسيوم ليه بيقولوا عليه كاليوم رمزه كيه عشان هو المسؤول عن الكالويه في الجسم، كاليوم كالوي الاصل العربي. برجع لمحاضرات البلاد قلتها بتفصيل اكتر. طب يبقى لو انا عندي نقص في الصوديوم، الصوديوم ده اللي بيعمل ظاهره الديبولاريزيشن. لو نقص صوديوم في الاكسترا فلويد يبقى كميه الصوديوم اللي هتدخل تبقى قليله، ما هي اوريدي الكونسنتريشن جريديانت بقى مش في صالحها. صوديوم ناقص بره المفروض بره يبقى قد جوه 10 مرات، لما ينقص بره يبقى الجريديانت قل، يبقى الصوديوم انفلوكس هيقل، يبقى الديبولاريزيشن يبقى اقل، وعليه السايز اوف اكشن بوتنشال يقل. بس بص بقى اللي بعدها، it does not affect the resting membrane potential. نقص الصوديوم لا يؤثر في resting membrane potential. فاهم ليه انت؟ لان resting membrane potential السبب الاساسي بتاعه. طالب فاهم قوي ذكرني. selective permeability ثم selective permeability ثم selective permeability اللي هو 86 من 90 اللي سببها مين؟ ان الممبرين select البوتاسيوم. يبقى عاوزين ناس فاهمه. يبقى ايه تاثير نقص الصوديوم؟ ما في الصوديوم مفروض بره قد جوه 10 مرات، ده الجريديان. لما ينقص الصوديوم بره يبقى الجريديان قل، يبقى الصوديوم انفلكس يقل، فالديبولايزيشن يقل اللي هو اول حته في الاكشن بوتنشال، فالسايز اوف اكشن بوتنشال يقل، لكن لن يؤثر على الريستنج ممبرين بوتنشال. لو عملت بلوكج للصوديوم شانلز بتترادو توكسين، تترودو توكسين دواء كده يعني بنستخدمه ده، لو قفلت صوديوم شانلز يبقى مفيش خالص ديبولاريزيشن،
خالص من اساسه، يبقى ما فيش اكشن بوتنشال، يبقى ما فيش خالص اكسيتابيلتي. ده الرول اوف صوديوم. ننتقل للرول اوف بوتاسيوم. بوتاسيوم علمتك حاجه، فين الكلمه المهمه؟ سؤال شافه مهم. البوتاسيوم مسؤول عن البولارايز ستيت اللي هو ريستنج ميمبر بوتنشال، ويبقى البوتاسيوم هو الاخطر. كما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. مش الصوديوم هو الاخطر في الجسم، تحترم البوتاسيوم اساسا. لازم ما يزيدش عن رقم الحسد في الاكسترا فلويد، ما يبقاش اكتر من 5 ملي ايكوفالنت بير لتر. واحد من اهم الاعداد في الطب، هو المفروض حوالي 4.5، بيختلف طبعا من طفل لكبير، بس لازم يبقى تحت 5. افتكر رقم 5، 5 وخميسي، لانه قلت لك لو وصل البوتاسيوم في الاكسترا فلويد 6 لازم نعمل لك غسيل كلوي، لازم ننزله، والا قلبك هيوقف، لانه لو وصل 11 القلب بيقف. هنشرح الكلام ده تفصيليا في السيركوليشن. اخطر اين الطالب اللي هو سمع محاضراتي عمره ما يلخبط، الطالب التاني يسال هو بوتاسيوم ولا صوديوم؟ ابتدى الصوديوم غلط. اهم اين هو البوتاسيوم، لان ده بيأثر في الكهرباء الاساسيه للجسم، الريستنج ميمبر بوتنشال. قلت لكم في فقره المعلومات العامه ان الحقنه المميته في بعض الولايات في في الامريكيه عباره عن بوتاسيوم كلورايد، بتوقف القلب ان داستول. نو جوك اتول مع البوتاسيوم، تعال اتفرج اهو. لو نقص البوتاسيوم، بص دقة مهمة، ما اقولش نقص البوتاسيوم، تحدد فين؟ في الاكسترا سيلولار فلويد. فده هيؤدي لنقص في الاكسيتابيلتي، وبيصيب يؤدي الى باراليسيس، شلل يجي ويروح، يبقى بيريودك. في اكتر من طفل في الفاميلي يبقى فاميليال، مرض اسمه فاميليال بيريودك باراليسيس. تعال نشوف تفسير سهل جدا اهي. نفرض البوتاسيوم نقص تابع الليزر، نقص فين؟ اصل اقول نقصه بس، طب ممكن يبقى نقص على الاوتر بوردر في سيل ممبر تعني. لا، هو نقص في الاكسترا فلويد. طب الحاله نسبيه، لما يبقى ناقص في الاكسترا فلويد يبقى البوتاسيوم جوه نسبيا زايد، ما هو البوتاسيوم اوريدي اكتر من بره 35 مره اوريدي، ده في النورمال اكتر 35 مره. لما يقل بره يبقى الجريدينت زاد، يبقى يتجه البوتاسيوم من الاعلى للاقل، فيتجمع البوتاسيوم على الاوتر سيرفيس. نوع التشارج بتاعت البوتاسيوم ايه؟ بوزيتيف، فيحصل هايبر بولاريزيشن، فنبعد عن الفايرنج ليفل، فالاكسيتابيلتي تقل، فالطفل يتشل. يبقى نقص البوتاسيوم ادى في النهايه لنقص الاكسيتابيلتي، نقص البوتاسيوم نقص الاكسيتابيلتي. ده مرض مشهور اسمه فاميليال بريوديك باراليس، وفي امراض تانية بينقص فيها البوتاسيوم. احنا بندي مثال، انها في امراض كتيرة جدا بينقص فيها البوتاسيوم. يبقى تاني خد بالك ان لما البوتاسيوم نقص في الاكسترا فلويد انتهى بانه زاد على الاوتر سيرفس. عشان كده في الشرح حب الدقة بيرفكشن، ما قلتش نقص البوتاسيوم. ده لما طالب بسمع شارح بيشرح الطالب يقول له نقص البوتاسيوم، ايه ده؟ ده هو فاقد الدقة، ازاي هيقولها للطلبه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لان ده هنا بص نقصه في الاكسترا سيرفيوت ادى الى زيادته على الاوتر سيرفس اوف ذا نيرف. يبقى من الاول حدد انت البوتاسيوم ناقص فين؟ نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيرفيوت، جمله اولى، حب النظام قوي. جمله ثانيه، يبقى نسبيا جوه زايد، ما بره ناقص يبقى نسبيا جوه زايد. جمله ثالثه، يبقى اتجه من الاعلى الاقل، من جوه لبره. رابعه، يتجمع البوتاسيوم على الاوتر سيرفس. طب هو بوزيتيف تشارج، يبقى يعمل لي هايبر بولاريزيشن. جمله خمسه، يبعدني عن فايرنج ليفل، يبقى الاكسيتابيلتي تقل، فالطفل اتشال باراليسيس. لو الطفل شرب عصير مانجا، راح لفرغالي وخد عصير مانجا غني جدا بوتاسيوم، يبقى زود البوتاسيوم في الاكسترا فلويد، يروح الشلل، يبقى بريوديك، يروح ويجي، بيجي في اكتر من شخص من الفاميلي، فيسموه فاميليال بريوديك باراليس. خلاص، ويعالج اذا عرف الداء، عرف الدواء. طب هو نقص البوتاسيوم في الاكسترا فلويد، يبقى نديله انترافينوس بوتاسيوم. وهذا الطفل وبيحب، كنت بقولها في مزاح، ينصح بانه يشرب مانجا كتير، يعني يروح لفرغلي. فكنت بقول احسن حاجه للفاميليال بريوديك باراليسيس
فار غلي عشان ما تنساهاش يعني ياخد بوتاسيوم، انما طبعا اداه له انترافينسلي يعني ركز. طيب ناخد العكس، لو حصل هايبركاليميا يعني البوتاسيوم زاد في الاكسسوار فلويد هايبركاليميا يحصل عكس تمام، يا بالعكس البوتاسيوم يدخل يبقى جوه بوست وبره نيجاتيف، ده بالعكس يعمل لي ديبولاريزيشن، قربنا من الفايرنج ليفل تزيد الاكسيتابيلتي. وده فكره العلاج ان احنا ادينا له بوتاسيوم، هو عنده نقص في البوتاسيوم فادينا له بوتاسيوم انترافينس عشان نعمل له هايبركاليميا. لما البوتاسيوم يبقى بالعكس بره كتير يبقى يدخل يدخل يدخل، يبقى البوتاسيوم يبقى جوه بوزيتيف بره نيجاتيف، يبقى ديبولاريزيشن اكسيتابيلتي تزيد. طيب لو عملت بلوكج البوتاسيوم شانل زي ما عملت هنا، عملت هنا بنفس ثلاث نقط هنا، حب النظام قوي هما نفس ثلاث نقط هنا تقريبا، بالتترا ايثايل امونيوم اللي هو التي فاكر خدناه اللي هو كان جنجلونيك بلوكر بيقفل برضو البوتاسيوم شانل. لما تقفل البوتاسيوم شانل فكر بذكاء، الاكشن بوتنشال بيبتدي بالديبولاريزيشن وينتهي بالريبولاريزيشن، هل الديبولاريزيشن له اي علاقه بالبوتاسيوم؟ لا، الديبولاريزيشن ده سببه صوديوم انفلكس، يبقى لما اقفل البوتاسيوم شانل ده بالعكس الطالب اذكى مصلحه، لانه البوتاسيوم كان في اثناء الديبولاريزيشن البرميابيلتي بتزيد للصوديوم والصوديوم والصوديوم وشويه بوتاسيوم، يعني البوتاسيوم بيعكسنا يعني، وعشان كده قلنا المحصله للصوديوم. طب ما فيش بوتاسيوم ما بالسلامه، ده بالعكس يبقى الموضوع صوديوم بس، يبقى الديبولاريزيشن معتبر، يبقى هيحصل ديبولاريزيشن زي الفل، بس الريبولاريزيشن هيبقى برولونجد ريبولاريزيشن برولونجد. طب عندنا قافل الفولتج جيت البوتاسيوم شانل للاذكياء فقط وللزملاء الاصغر سنا الاجابه اهي. طب ازاي انا قافل تماما البوتاسيوم شانل وحصل ريبولاريزيشن؟ في اجابتين الحقيقه مش اجابه واحده، فكر معايا، مش في بوتاسيوم شانلز غير الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل على طول مفتوحه اللي هي مين؟ اسمعها منك، الانورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل اللي هي نون جيتد. طب وفي سبب تاني حتى لو كلهم مقفولين، الصوديوم اللي دخل عمل ديبولاريزيشن بيطلع تاني، بيحصل صوديوم بوتاسيوم بامب بمعدل اكتر من البوتاسيوم 3:2، فعش كده ما قلناش، قلنا الديبولاريزيشن لم يتاثر، ما قلناش الريبولاريزيشن اتلغى هناك، لما قفلنا الصوديوم اتلغى تماما الديبولاريزيشن. في البلوكج there is no depolarization no action potential no excitability، انما هنا لما قفلنا البوتاسيوم لطالب ذكي فاهم مش هتأثر، دي حصل دي هيقعد بقى الاكشن بوتنشال معلق فوق، لا مين اللي هيعمل الريبولاريزيشن؟ اولا غلق الصوديوم، احنا قلنا السبب بتاع الريبولاريزيشن غلق الصوديوم، الصوديوم موجود هنعمل ايه اكتيفيشن صوديوم، وبعدين ممكن بوتاسيوم يطلع من الانورد ريكتيفاين وممكن يطلع بوستيم بطريقه ثانيه، الصوديوم بوتاسيوم بامب ما هو بيلقي صوديوم اكتر من بوتاسيوم، عشان كده قلنا برولونجد ريبولاريزيشن وبالتالي prolonged action potential but no hyperpolarization، لان كان ايه سبب الهايبربولاريزيشن فاكر بقى؟ كان بعض الفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز ما لحقوش يقفلوا، ده انت اوريدي قافلهم، انت اوريدي قافلهم، يبقى no hyperpolarization اللي فاهم قوي قوي، يبقى كل حاجه حللناها. طب ايه الرول في صوديوم بوتاسيوم بامب بقى عشان تاخد فول مارك؟ اولا الصوديوم بوتاسيوم بامب لن يؤثر الا اذا عملت prolonged blockage، يعني لازم تعمل برونج بلوكج، هيأثر على ايه؟ فكر، ما سبب الريستنج ممبر بوتنشال؟ حاجتين، سيلكتيف برميابيلتي سيلكتيف برميابيلتي سيلكتيف برميابيلتي ناقص 86 باسيف، صوديوم بوتاسيوم بامب 4 اكتف، الغي الصوديوم بوتاسيوم بامب تمام، يبقى الريستنج ممبر بوتنشال بدل ما هو ناقص 90 يبقى ناقص 86، يبقى بنقرب من الفايرنج ليفل، يبقى بيحصل ديبولاريزيشن، خلاص يبقى بيحصل ديبولاريزيشن طبعا، ده والافكت ذا اكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال هيبقى افكتد في هذه الحاله، لانك انت ما بداتش من النقطه اللي هي ناقص 90، بدات من النقطه اللي هي ناقص 86.
طبعا عاوز اقول لك حاجه ان ده يسهل شويه الوصول للفاري ليفل، عشان كده بقول افكتد، بتكلم افكتد. ده الرول اوف صوديوم بوتاسيوم بامب. ده سؤال تقيل وقوي، وادي الاجابه النموذجيه. رول اوف صوديوم، رول اوف بوتاسيوم، وبعدين تجمعهم مع بعض. رول اوف صوديوم بوتاسيوم بامب، رول اوف صوديوم هتتكلم عليه في ثلاث نقاط اهم. الاول الجمله الاساسيه، وبعدين اللي هي الحاجات اللي بتاثر في صوديوم بريميابيلتي، وبالتالي في الديبولاريزيشن، وبالتالي في الاكسيتابيلتي. اي حاجه تاثر في صوديوم انفلكس هتاثر في الديبولاريزيشن، هتاثر في الاكسيتابيلتي. ده الجدول الاولاني، وعارف اهمهم مين؟ اسمعها منك. مين اهم حاجه تاثر في الاكسيتابيلتي؟ اختار اي من الاربعه. اسمعها صح. ايونايز كالسيوم، لو طلعت بدي بس يبقى كفايه عليا. ايونايز كالسيوم، ايونايز كالسيوم، لو قل الايونايز كالسيوم تزيد الاكسيتابيلتي. لما حتى حد ادناعي بيجي له تشد عضلي كتير، يبقى ده زياده في الاكسيتابيلتي. اقول له روح خد كالسيوم، اشتري من الصيدليات كالسيوم. واقول لك حاجه، معلومه ثانيه، ومغنيسيوم، مغنيسيوم نص فعاليه الكالسيوم. انا بنقولها مع الاندوكراين، عشان كده كال ماج اللي هو الدواء بيتباعوا الاثنين مع بعض في الناس اللي عندها الاكسيتابيلتي. يبقى اوعى تنساها بالعكس، نقص الايونايز كالسيوم يبقى الصوديوم يدخل، مفيش البادي جارد، يبقى يعمل ديبولاريزيشن يزود الاكسيتابيلتي. يبقى النقص يزود، والزياده البادي جارد واقف، ينقص دخول الصوديوم يقلل الاكسيتابيلتي. علاقه عكسيه اهي، اوعى تنسى الارجوحه دي، حفظتها لاجيال. ثم الهايبوناتريميا، ثم البلوكج. هنا الاول تقول مرض الفاميليا البروليفيرالس، وبعدين الهايبركاليميا، ما هو واحده هايبر واحده هايبر، ثم البلوكج، وبعدين الصوديوم بوتاسيوم بامب تتكلم على البلوكج. ولا تنسى النقاط الأساسية اللي عرفتها لك، إن البولاريز ستيت، دي الهدية الثالثة كانت قبل كده، البولاريز ستيت والريري إيه؟ بولاريزيشن مرتبطة بالبوتاسيوم وهو الأخطر. أما العكس ريفيرسال أوف بولاريتي اللي هو مجازا بنسميها دي بولاريزيشن، يبقى مرتبطة بالعكس بالصوديوم. طيب نيجي الصفحه الاخيره، ودي اسهل. كوندكشن او بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال، ده السؤال السابع. جمع لك الاسئله، احط لك لوحه بالسبع اسئله عشان تبقى عارف. الطف الحاجات الكهرباء، تفهم كهربه النيرف كويس، تسمع محاضرات العبد الله كويس، تريحني في السيركوليشن جدا بعد كده. دي في بيزس، في فاونديشن تريحني في السي ان اس. لما جاء لنا سؤال كوندكشن او بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال، الاعصاب نوعان، يا ان مايلينيتد يا اما مايلينيتد. يبقى لازم تجاوب السؤال ده في حتتين، الانمايلينيتد بيحصل فيه ايه والمايلينيتد بيحصل فيه ايه. الانمايلينيتد زي مين؟ بنراجع اهو، سي فايبر اللي هي بتاعت مين؟ بوست جانجليونيك اوتونوميك. المايلينيتد يا اما الثيك مايلينيتد اللي هي الايه بتاعت السوماتيك، يا اما الثين مايلينيتد بي بتاعت البري جانجليونيك اوتونوميك. وقلنا ليه ربنا وزعهم كده؟ انت اسرع واحد هو مين؟ السوماتيك، فربنا اداله الثيك مايلينيتد ايه، بينما في الاوتونوميك ساب له بي وسي. طب عدد البري الى البوست، البوست قد البري تسع مرات، لان وظيفه الجانجليون بتزود عدد نوميك فايبرز عشان يكفوا الاورجنز الكتير. فعشان كده الكتار نستخدم الفايبر الرفيع، البوست جانجليونيك سي امايلينيتد بطيئه متر في الثانيه، انما القليلين نستخدم حاجه احسن شويه اللي هو البي ثيم مايلينيتد 10 متر في الثانيه. اهم اكتر نوع من الاعصاب في الجسم، كثير من الزملاء مش عارف دي، الاصغر سنا خلينا نقول سي فايبرز، لان هي بطيئه بس فيها ميزه لا تخفل، انها ما بتاخدش مساحه في الجسم، مفيش مالنشيز خالص، واحنا عندنا مشكله زحمه في الجسم. قلت لك حتى في الهيستولوجي ما بيرسموا الخليه وراسمين فيها 2 3 اورجانيل، غلط. الخلايا في الجسم مليانه اورجانيلز، عضيات الخليه، عشان كده الخروج والدخول منها بيبقى فيه سب واي اسمه مايكرو تيبيولز، ما يمكنش تمشي في الزحمه دي بالاورجانيلز. الرسمه دي مجازا، لو ما قلتهالكش يمكن تقعد بقيت عمرك فاكر الخلايا فاضيه في 4 5 اورجانيل. ربنا ما يضيعش السبيس، ما فيش اسراف سبحان الله ولا في الفراغ، لمن يفهم.
يلا شباب. فلما يجي لي سؤال بعنوانين conduction او propagation of action potential هتجاوبه في الامينيتد سي وفي المينيتد الاي والبي. جمل سهلة جدا، ده سؤال سهل جدا. هتقول ان الاكتيف اريا اللي فيها الاكشن بوتنشال بيبقى الاوتر سيرفيس نيجاتيف والانر بوزيتيف في الديبولايز ستيت، بينما الحته اللي جنبها اللي لسه ما وصلهاش الاكشن بوتنشال بتبقى في البولايز ستيت، الريستنج اريا في البولايز ستيت، العكس بره بوزيتيف جوه نيجاتيف. يبقى دي جملتين، الاكتيف اريا اللي خدت الاستيمولس اللي فيها الاكشن بوتنشال في الديبولايزيشن بره نيجاتيف جوه بوزيتيف. الجمله الثانيه، الريستنج اريا اللي ما وصلهاش الاكشن بوتنشال ما زالت في البولايز ستيت بره بوزيتيف جوه نيجاتيف. جمل سهله خالص. الجمله الثالثه اهم جمله بقى انت اللي هتقولها. تتخيل هنتكلم على سيرفيس ومفهوم للسامع ومش هنكتب للممتحن انه جوه يحصل العكس، اللي يشرح الاثنين يبقى دماغه فيه حاجه عاوز يلخبط الطلبه. انت تتكلم على ناحيه وجواها العكس، نيجاتيف جنبيه فيه بوزيتيف. تفتكر لو جبنا طفل في ثالثه ابتدائي يقول ايه؟ نيجاتيف جنبيه بوزيتيف، 100% النيجاتيف تشارجز والاتراكت البوزيتيف تشارجز، هيحصل لوكال سيركتس، دائره موضعيه. دي لو ما كتبتهاش هتاخد صفر. لوكال سيركت هي دي اهم كلمه، هي باللون الاحمر. انا بستخدم الالوان، الرسومات زي ما بقولها مليون مره، حصاد السنين. انت جاوبني اللي بعدها سؤال المسكيو، هل اللوكال سيركت دي باسيف ولا اكتيف؟ نيجاتيف بيسحب بوزيتيف، يبقى ده الونج جريدينت ويذ جريدينت ولا اجينست جريدينت؟ طبعا ويذ الونج جريدينت، يبقى باسيف. دي اهم جمله، لوكال باسيف سيركت. النيجاتيف هيسحب النيجاتيف هيسحب البوزيتيف، يسحب البوزيتيف، يسحب البوزيتيف. للطالب اللي فاهم بس، ودول عددهم قليل، الاوتر سيرفيس ما عليهوش، قلتها في اول محاضره، بوزيتيف فقط، عليه بوزيتيف اكثر، في عليه بوزيتيف 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 ونيجاتيف. فما اسحب البوزيتيف، اسحب البوزيتيف، اسحب البوزيتيف، مين هيبان تحتيه؟ النيجاتيف، وهو المطلوب. هيحصل ديبولايزيشن للحته الريستنج. لما توصل الفايرنج ليفل تدي، يلا اسمعها منك، اكشن بوتنشال للاوائل، نيو اكشن بوتنشال. اكشوال الاكشن بوتنشال ما اتنقلش من هنا، مفيش حاجه بتمشي. الاكشن بوتنشال تسبب في حدوث اكشن بوتنشال جنبه، وده هيتسبب في حدوث اكشن بوتنشال جنبه، فبدل الاكشن بوتنشال بيمشي. دي حته جميله احب افهمك. حقيقه الامر لما بنقول بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال مش معناها ان الاكشن بوتنشال ده بيمشي. الاكشن بوتنشال اللي حصل في الحته دي، حصل هنا ديبولايزيشن، سحب البوزيتيف فساب وراه نيجاتيف، فطلع هنا اكشن بوتنشال تاني وده اختفى، فبدا انه مشي خطوه. طالب قال لي ادينا مثال طفولي حلو نفهم بيه. عارف لما بنلاقي، عارف المصابيح دي اللي بتبقى عامله مربع حوالين حاجه، وبعدين بالكمبيوتر دي تولع ودي تطفي، دي تولع ودي تطفي، فانت يتهيأ لك النور بيحصل له ايه؟ بيمشي، هو مفيش حاجه بتمشي، اللمبه ما بتمشيش، هو دي طفت ودي ولعت، دي طفت ودي ولعت، دي طفت ودي ولعت، فبدت ان النور ماشي. ده للناس اللي فاهمه. يبقى اكشولي ما بيطل... مش نفس الاكشن بوتنشال مشي خطوه، الاكشن بوتنشال تسبب. يعني ايه؟ لما اديت هنا ستيمولس حصل هنا دي بولاريزيشن، بقى ده نيجاتيف اكشن بوتنشال، راح ساحب البوزيتيف اللي هنا، فبقى هنا دي بولاريزيشن، وصل فارق ليفل، طلع اكشن بوتنشال هنا وده اختفى، وهكذا اند سو اون. يبقى ده يختفي وده يطلع، ده يختفي وده يطلع، فبدا ان الاكشن بوتنشال بيبروباجيت. انما هو اكشولي ما فيش اكشن بوتنشال بيمشي، هو الاكشن بوتنشال بيولد اكشن بوتنشال في المنطقه اللي جنبه، واللي جنبه يولد في اللي جنبه، فبدا ان الاكشن بوتنشال ماشي. للي عاوز يفهم، ما اعرفش هل ده وصلتك في المحاضرات ولا هم كونفيوزد فيها، تبقى فاهم. فين اهم كلمه هي يا شباب؟ لوكال باسيف سيركت. ما قلتش دي لا ينتظرك اي نمره. يبقى تاني هقول الجمل تاني، الجزء الاكتف اللي هو خد الاستيمولس ان ستيت اوف دي بولاريزيشن، خلينا نركز في ناحيه واحده، يعني بره النيجاتيف، مفهوم جوه العكس. الجزء الريستنج
حتى من كلمه ريستنج، هو في الريستنج ممبر بوتنشال، هو البولارايز ستيت بره بوزيتيف. دي الجمله الثانيه، يبقى الاكتف بره نيجاتيف جمله اولى، الريستنج بره بوزيتيف جمله ثانيه. اهم جمله بتاعت حضرتك اللي هي رقم 3 دي باللحظه، نيجاتيف جنبيه بوزيتيف يحصل ايه؟ لوكال باسيف سيركت، سيركت لوكال باسيف. النيجاتيف يسحب البوزيتيف، يسحب البوزيتيف، فمين يبان تحته؟ النيجاتيف، لان احنا قلنا بره في بوزيتيف اكثر، مش فقط لما تشيل بوزيتيف يبقى النيجاتيف وهو المطلوب. يبقى الحته الريستنج حصل لها هي كمان دي بولاريزيشن، لما توصل فارنج ليفل يطلع، قولها صح بقى، نيو اكشن بوتنشال، مش الاكشن بوتنشال، مش اند سو اون. ده يعمل نيو اكشن بوتنشال هنا، نيو اكشن بوتنشال، ده يختفي ده يطلع، ده يختفي ده يطلع، فيبدو زي المصابيح ان النور ماشي. طب نيجي المايلينيتد نيرف فايبرز، نفس الجمل هي هي. المايلينيتد قلنا في مايلين شيث، فاكر في الام اس كيو بيجي لك مين اللي بيعمل مايلين شيث ده؟ خلايا اسمها ايه؟ شوان سيلز، صح اللي جاوبها شوان سيلز صح. وعليه يبقى الامايلينيتد عندها ولا ما عندهاش شوان سيلز؟ قلتها 100 مره. المنطق يقول المايلينيتد بسبب الشوان سيلز، يبقى الامايلينيتد ما فيهاش شوان سيلز، وهي اجابه منطقيه لكنها خاطئه. ده احد جمل عبد الله، منطقيه لكنها خاطئه، عشان كده بيستخدموها في الام اس كيو. لا، في شوان سيلز بس ان اكتف. المايلين شيث ده انسوليتور عازل لا يسمح بمرور الايونز، انما فورشنتلي اناف انه انتربتد، يعني مش موجود عند النودز اوف رانفير. لا شرح، اشرح بقى نفس الجمل هي هي، بس بدل ما تقول اريا تقول نود. حلو، اتفقنا؟ يبقى تقول الاكتف نود في حاله ديبولاريزيشن، الاكتف نود اللي خدت الاستيمولس عندها الاوتر سيرفيس نيجاتيف، ديبولاريزيشن يعني بره نيجاتيف. طب بدل ما تقول ريستنج اريا قول الريستنج نود في حاله بولاريز ستيت، في حاله ريست، ريستنج ميمبر بوتنشال الاوتر بوزيتيف. نفس الجمل. طب الجمله الثالثه عليك بقى، هنا كان حصل ايه؟ فين الجمله المهمه؟ حصل لوكال باسيف سيركت. هنا نفس الجمله، النيجاتيف يسحب البوزيتيف، ياتراكت البوزيتيف، بس بص الفرق، ذا بوزيتيف تشارجز، اسمع افتح ودنك، ذا بوزيتيف تشارجز have to jump long interval، عشان لازم تنط من نود لنود، have to jump over mind sheath from node to node، عشان كده سموها هي دي، لو ما كتبتهاش مش هتاخد نمره، saltatory conduction، الكوندكشن بالقفز، saltatory saltatory بالقفز. لما تاخد البوزيتيف يبقى دي بقت ايه؟ نيجاتيف، بقت الريستنج نود في حاله ديبولاريزيشن. لما يوصل فارنج ليفل يطلع، اسمعها منك بقى، يطلع ايه ايه ايه, إيه؟ اسمع، نيو اكشن بوتنشال. فالاكشن بوتنشال ينقضي في اول نود ويطلع في ثاني نود، ينقضي في ثاني نود ويطلع في ثالث نود، فبدا ان الاكشن بوتنشال بروباجيتد. يبقى هنا بدل بالبلدي ما بتمشى بقذف. يبقى ايه الفرق بين المايلينيتد والامايلينيتد؟ ان هو مور فيلوسيتي، اسرع، تصل اب تو 50 فولتس. طيب يقول لي ممكن تشرح لنا ليه بيقولوها اب تو 50 فولتس؟ هقول لك انا. احنا قلنا السي فايبر، قلنا فاكر الاي 100 والبي 10 والسي 1، قول لي السي بالظبط من كام لكام؟ من نص لاثنين، يعني السي اقصاها 2 متر. طب والاي 100 متر؟ ال 100 متر في الثانيه كم مره قد 2 متر في الثانيه؟ 50 مره، عشان كده كتبها اب تو 50 فولتس. شوف بقى بنفهم كل كلمه مع بعض، حتى الارقام بشرحها ما بنحفظش، مش نقول مور فيلوسيتي ونسكت. ليه قالوا اب تو 50 فولتس؟ لان السي اب تو 2 متر، من نص ل 2 متر يبقى متوسط واحد، اب تو 2 متر. طب الاي 100 يبقى اديها 50 مره، اب تو زي ما يضحكوا علينا هنا في السلات، يقول لك تخفيضات 70%، تقرب تلاقي مكتوب بالصغير كده اب تو 70%، تلاقي المحل كله 10% وحاجه حاطينها تحت السلم عليها 70%. طيب يبقى مور فيلوسيتي. طيب الفيلوسيتي تعتمد عليه بقى، اقول لك جمل يمكن مش هيقولوها لك في المحاضرات، تعتمد على الانترنودال ديستانس، القفزه مسافتها دي، اللي هي بدوريها بتعتمد على الثيكنس، يعني كل ما الثيكنس زاد
بيزيد الانترنودال ديستانس. انما الصح في الفهم ان مش كل ما العصب بقى اسمك يبقى سرعته اكتر، زي ما فهمها بعض الزملاء الاصغر سنا يسمعوني كويس. لما العصب بيبقى ثيك مالينيتد، كل ما المالشيس يبقى مور ثيك، ده بيؤدي لايه؟ المسافه ما بين النود والنود تزيد، الانترنودال ديستانس تزيد، وعليه القفزه تزيد، وبالتالي يبقى اسرع. مش الثيكنس اللي عمل السرعه، اللي عمل السرعه اللي فاهم الانترنودال ديستانس. طيب الثاني more velocity up to 50 فولتس وليس انرجي، بياخد وقود اقل. حاجه مش في الحياه، انا مركب عربيتي وادوس على البدال بتاع الجاس همشي بسرعه استهلك وقود اكتر. عند ربنا سبحان الله لا، هتمشي اسرع وتستهلك وقود اقل، ليس انرجي. طالب زكي قال لي على فكره، قلت له ايه؟ قال لي انت الكوندكشن اللي شرحته ده ركزت على انه باسيف، يعني النيجاتيف بيسحب البوزيتيف. انت قلت لنا ان ده along او with electrical gradient، الكوندكشن مفيش اي طاقه. فانت ايه حكايه الطاقه دي؟ احنا فجاه كده طلعت لنا انت بحاجه قلت لنا ان دي بتاخد طاقه اقل، مع ان شرحك انت بتقول ان النيجاتيف اتراكت البوزيتيف، دي عمليه باسيف ما شرحتش فيها اي طاقه. تمام؟ قلت له صح. قال لي جات الطاقة منين؟ اقول لك جات الطاقة منين؟ ان كل نقطة بيعدي عليها، برسمها لك عشان مش مرسوم، كل نقطة بيعدي عليها الاكشن بوتنشال، ازاي بيحصل ديبولاريزيشن؟ بيدخل الصوديوم يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يعني ديبولاريزيشن. وازاي بيحصل ديبولاريزيشن؟ بيطلع البوتاسيوم يرجع تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. يبقى أي نقطة يا شباب بيعدي عليها أهي الأكشن بوتنشال، إزاي عمل ديبولاريزيشن؟ لأن الصوديوم دخل فعمل ديبولاريزيشن، وإزاي عمل ريبولاريزيشن؟ البوتاسيوم خرج فعمل ريبولاريزيشن. خدت بالك إيه اللي حصل؟ يبقى كل نقطة مر بيها الأكشن بوتنشال بوظ ترتيب الأيونات، خلى الصوديوم اللي مفروض بره في شويه منه جوه، شويه شويه صغيرين قوي قوي، قلنا مفيش ريفرسال اوف كونسنتريشن، شويه صغيرين دخلوا وشويه بوتاسيوم خرجوا. مش هينفع كده، انا عاوز ارجع الصوديوم في مكانه بره والبوتاسيوم مكانه جوه، ارجعها بايه؟ انت جاوب بايه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب بامب، اكتف ولا مش اكتف؟ اكتف. يبقى اذا الكوندكشن عاوز طاقه. بقولها كشرح الطفولي دائما ابدا ابدا، شرح طفولي. انا قلت لكم يا اولاد تعالوا لي هنا في تورونتو، هعزمكم على في البيت على العشاء، هتقدروا تيجوا؟ اتليست 12 ساعه طيب اما نشوف. بس على فكره انا ما عنديش اكل، كل واحد يجيب معاه طبق، كل واحد يجيب طبق. وبعزمنا ازاي؟ اهو كده نظام، كل واحد يجيب طبق معاه. بعد ما انتم مشيتوا سبتولي البيت في مثل يعني في لخبطه جامده، فانا استقدمت ناس ب $20 في الساعه عشان خاطر ينظفوا لي البيت. يبقى العزومه دي كلفتني فلوس ولا ما كلفتنيش؟ كلفتني. مش في العزومه نفسها، في اللخبطه اللي حصلت بسبب العزومه. اهو ده بالظبط الكوندكشن. يبقى الكوندكشن نفسه باسف اهو، باسف. النيجاتيف يأتراكت البوزيتيف باسيف، بس عشان يحصل اكشن بوتنشال في كل نقطه اتلخبطت الايونات، دخل الصوديوم عشان يعمل ديبولاريزيشن وخرج البوتاسيوم عشان يعمل ريبولاريزيشن. فالكوندكشن نفسه ما كلفنيش فلوس، لكن بعد الكوندكشن ساب لي الايونات متلخبطه عشان اعيد ترتيبها تاني، دي عاوزه طاقه. عشان كده قلنا الكوندكشن العزومه كلفتني فلوس. الكوندكشن اذا اكتف بروسيس، مش في الكوندكشن نفسه، فيما تلا الكوندكشن. طب حضرتك في الأما لقيت البيت بيتلخبط كله لأن كله بيسمح بتبادل الأيونات، يبقى إيه رأيك في كمية الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي عاوزها؟ كبيرة جدا. بينما هنا اللخبطة مقصورة على مين؟ النودز فروم فير. يبقى محتاج ليس صوديوم بوتاسيوم بامب، عشان كده عاوز ليس إنرجي. ده الفهم يا أولاد.
يبقى لماذا يتميز المايلينيتد عن الامايلينيتد؟ انها الفيلوسيتي اكتر، حاجه مش موجوده في الحياه، سرعه اكتر وطاقه اقل. مور فيلوسيتي اب تو، اب تو كام بقى؟ نظام الكوازينات 50 فولتس ويت نيد ليس انرجي، مع ان قلنا ان الموضوع باسيف. الكوندكشن نفسه باسيف، بس بيسيب لي الاناب متلخبطه، اعاده ترتيبها محتاج صوديوم بوتاسيوم بامب. هنا لخبطوا لي البيت كله، انما هنا لخبطوا لي بس النودز، يبقى هنا هستهلك وقود اقل للصوديوم بوتاسيوم بامب. ده السؤال الاخير اللي هو الكوندكشن او البروباجيشن واكشن بوتنشال. لا تنسى اهم كلمه، هي هنا لما تقول النيجاتيف بيسحب البوزيتيف هيحصل ايه هنا؟ دي اهم ثلاث كلمات وبحطهم باللون الاحمر اهي. وانت بقى وانت بتذاكر في ايا كان مصدرك الكتاب بتاع الجامعه بتاعك، هي دي الثلاث جمل، حتى لو مش كاتبهم اكتبهم لنفسك بوضوح. لوكال باسيف سيركت ادت الى ان الاكشن بوتنشال ده ما اتنقلش هنا، طلع هنا بقى للاوائل، للاوائل نيو اكشن بوتنشالز. طب وهنا فين الجمله المهمه؟ سالتاتري كوندكشن في المايلينيت اللي هي تتميز بايه؟ مور فيلوسيتي وليس انرجي. نيجي بقى الغلطه المشهوره للزملاء، يبقى انهي اعصاب احسن؟ طبعا المايلينيتد اسرع وقود اقل، ومع ذلك وانتوا بس اللي فاهمين عدد الامايلينيتد في الجسم اكتر بكتير من عدد المايلينيتد. ليه؟ انتوا عارفين لان الامايلينيتد فيها ميزه لا تخفل، ان حجمها طبعا انا مكبرها هنا في الرسمه، انما هي مش كده، هتشوف دلوقتي في الجدول هي فيري ثين، ما بتاخدش مساحه. هي صحيح عربيه بتستهلك وقود اكتر وبتاخد بنزين اكتر وبتمشي ابطأ، بس بتاخد حجم صغير في مدينه مزدحمه اللي هو الانسان. قلت لك لو كان كل الفايبر اللي ما يعرفوش الزملاء، معلومه للزملاء اهي، فقر معاك العام، لو كان كل الفايبر يا اولاد، لو كان كل الفايبر اي تايب الاي الفا، كان بقى النخاع الشوكي بحجم الترانك. تخيل النخاع الشوكي بس كان بقى قد الترانك قد الجذع، وبالتالي كان الانسان بقى قد الديناصور، والديناصورات اندثرت لان حجمها غير مواكب لجاذبيه الارض. رحله البحث على الهواء بسبب الحجم الضخم الغذاء، بسبب الحجم الضخم ده صعبه جدا وعاوزه وقود رهيب، فاندثرت من 65 مليون سنه. طبعا مع اول نيزك ارتطم في الارض هنا عندنا، المكان اللي حصل فيه الارتطام في المكسيك، اندثرت. ده الحجم الامثل للانسان. فربنا بقى يرتبهم قوه عاقله كامله حيث ينبغي السرعه في السوماتيك، نديهم ايه؟ طب البري جانجليونيك اوتونوميك، عاوزين نمشي اولا نطوله، عشان كده الجانجليا كانت تيرمينال في حاله البارا، وفي حاله السيمباثاتيك مش قادرين نحطها جوه. قلت ليه لحضر المحاضره اللي فاتت نحطها جنب الاورجان؟ يبقى البري جانجليونيك طويل قوي، ده الحلو البيل سريع 10 متر، وجوه صغير سي بس بنسبه 1 ل 9 قطار، بس حته صغيره وقصير سي اكتر لان بياخدوا مكان اقل. اتمنى الزملاء يعرفوها، ما يقولوش الحاجات الغريبه ان طبعا يبقى الايه احسن. لا لا، ليه؟ عارف ليه؟ يبقى اقولها لزميل، لانه وراء الخلق خلق. عندنا مشكله زحمه في الجسم، الخليه اهو بقولها للزملاء بتوع الهيستولوجي، مش فيها 3 4 اورجانيلز، زحمه زحمه. امال ليه ربنا عمل صبوي اللي هو الماكروتوبيولز؟ مش همش انا في وسط الاورجانيل، للتسهيل بنرسم 3 4. في مشكله نقص السبيس في الجسم، فالامثل يبقى معظمهم ارفع نوع اللي هو السي، وان كان ابطا ويحتاج مور انرجي. فاضل سؤالين ام اس كيو ونبقى خلصنا. قلنا اول سؤال ان انواع الاعصاب A وB وC حسب الفيلوسيتي، التقسيمه دي اساسا حسب الفيلوسيتي مش حسب الدايمتر. هو طبعا الفيلوسيتي مرتبط بدايمتر، بس التقسيمه دي اكوردنج تو فيلوسيتي. لو سالك في ناس كده ما تعرفش يقول لك حسب الدايمتر، لا حسب الفيلوسيتي اساسا، اللي هي احنا فاهمين انها معتمده على الدايمتر، وانتم فاهمين اكتر من كثير من الزملاء انها مش كل ما الثيكنس زاد السرعه زادت، لما الثيكنس يزيد بيزيد الانتر نودال ديستنس. نيجي بقى النظام الانجليزي، قعدوا معانا حاجه و70 سنه، يهتموا بقى ايه الدقه حيث لا ينبغي الدقه. كلام ملوش اي قيمه للطبيب يعني، ايه تفيدني في ايه دي في عيادتي ان انا اعرف الايه بالظبط كم مايكرو بي وسي؟ لما بنقولها عشان الام اس كيو بس. الايه من 2 ل 20 مايكرون، تقعد تحفظ كام الفارق ده، البي 1 ل 5 مايكرون، السي اقل من 1.
يعني هنا اقل من واحد، وعين واحد لخمسة، وعين لحد 20. يعني اذا عاوز تحفظ الفيلوسيتي دي الطريقه الانجليزيه اللي هي في كتبنا، عشان احنا كان معانا الاحتلال الانجليزي. هنا حاجات لو ممكن تحفظها، نص الاثنين ده السي، البي 5 ل 15، الاي 20 ل 120 متر في الثانيه. شوف النظام بقى الالماني اللي تحته بقى، ده واخده من كتب من كتب المانيه. 1 × 10 مية طول عمرك فاكرهم 1 × 10 مية. وخد بالك انت لو قلت انا من نص الاثنين ما في نصهم واحد، يعني لو جالك من نص اثنين يبقى في نصه انهي رقم؟ واحد، يبقى دي سي. طب 5 × 15 في نصهم مين؟ 10، يبقى دي بي. فهمت؟ ممكن تجاوب الام اس كيو انت ذكي. الفايبر هنا 20 ل 120، يبقى دي انهي فايبر في نصها 100؟ بقى ايه ذيس از واي الالمان حاجه والانجليز حاجه تاني خالص، حتى بغباوتهم طلعوا بره الاتحاد الاوروبي. وعشان كده ايه انحدار في الاقتصاد رهيب في انجلترا، غباوه بتاعت الانجليز. نيجي للسبايك دوريشن. طالب ذكي فكر فكر، ما تحفظ يا بابا. لما يبقى حاجه يعني لطفل في ثالثه ابتدائي حاجه اسرع، انسى الفسيولوجي، فتاخد زمن ايه؟ اللي ماشي بسرعه ياخد زمن ايه؟ اقل. عشان كده هنا بالعكس الاي السريعه السبايك دوريشن نص ملي سكند، البي 1 ملي سكند، السي 2 ملي سكند. فهمت؟ يبقى في تناسب عكسي ما بين الفيلوسيتي والديوريشن، يبقى دول تربطهم ببعض، تاخدهم مع بعض. شفت حفظتها بطريقه سهله. 1 × 10 مية هنا ابتدي بالعكس بقى، المية تبقى نص 1 × 2. حلو قوي. بس ده اللي مطلوب من هنا. ايه اللي مهم جدا اللي بعدها؟ انه الاي احسن مثال سوماتيك فايبرز، البي بري جانجرونيك اوتونوميك، السي بوست جانجرونيك اوتونوميك، كلها 100 مره. نيجي الفايبر دي موستلي سنسيبل، طبعا كاتبينها غلط كعادتهم يعني، بس نقولها زي ما هم عاوزينها. كل حاجه غلط، مفيش صفحه الا فيها اكثر من خطا. يلا لا لنا الله، لنا الله سامحهم الله. الحقيقه يا اولاد دلوقتي انت لو دهنت الثلاث اعصاب بلوكال انستيتيك اللي هو خدنا المذر دراج كان اسمه كوكايين اهي، بص في الرسمه اهي كده، دهنتها بكوكايين كده اللي هو لوكال انستيتيك، ده السي وده البي وده الاي، ينفذ الى مركز ايهم اولا ويأثر فيه اولا؟ واضح من الرسم هيأثر في السي ثم البي ثم الاي. يبقى عشان كده نقول السي موست سنسيتيف لللوكال انثيتكس اللي هم الكوكايين. حتى حلو عاوزها السي مع السي، الكوكايين ده اصله ده اشهر سؤال في الام اس كيو، الكوكايين بيأثر اكتر حاجه على السي، مش فقط على السي، السي ثم البي ثم الاي. طيب بص كده، مين اكبر عصب؟ ايه؟ يبقى ده يحتاج اكتر كميه دم. ما هو في الاعصاب عندها فيسل صغير اللي هو اعتبره زي السبوت بتاعه الليزر دي، اسمه فازا نيرفوزا، الوعاء المغذي للعصب اسمه فازا نيرفوزا. فهم الثلاثه عاوزين دم وعاوزين اكسجين. يبقى بالعكس من يتاثر بنقص الاكسجين اولا؟ اللي محتاج كتير اللي هو الهايبوكسيا، هايبوكسيا عن نقص الاكسجين. طب ولو ضغطت على العصب لما بتعمل بريشر، برضه اللي مش فاهمه عدد من زملاء الاصغر سنا، لو ضغطت على العصب يبقى انت قفلت البلاد فيسلز، يبقى قللت البلاد سبلاي وقللت الاكسجين الاثنين، لا في نيوترينتس ولا في اكسجين. يبقى مين يتاثر الاول؟ اللي محتاج كتير. يبقى الاي ثم البي ثم السي، بالعكس يبقى الكوكايين السي ثم البي ثم الاي. الهايبوكسيا والبريشر ياثروا اكتر على اللي محتاج اكتر، ده محتاج اكتر اوكشن، ويتاثر بالضغط اللي هيقفل الفيسل هيقلل الاوكشن والبلاد سبلاي، الاي ثم البي ثم السي. ده الترتيب الصح، ده الشرح الصح. نيجي بقى اللي هم كاتبينه، كاتبين تلتها صح. قال لك ان السي موست سنسيف لوكال انستاتكس، اه بس طبعا البريشر والهايبوكسيا اثروا على الاي اكتر واحد ثم البي ثم السي. لا هم موزعينها بقى، قال لك الاي بالبريشر والبي بالهايبوكسيا، كلام عمري ما قريته في اي حته في الدنيا، حاجه كده عامله زي الكولاترال باراسمباثيتك، حاجات من الحاجات الحلوه يعني. المهم بصوا هنصحكم في الام سيو كالاتي،
انت هتجاوب كما كتاب الجامعه بتاعتك، مش الصح، مالكش دعوه بالصح، انت الصح ده علمهولك العبد الله، انما انت هتجاوب اللي عليك. لو قالوا لك الشمس تشرق من الغرب ودي في الكتاب كده، يبقى صح من الغرب، لان احنا عاوزين نجمع نمى، مش عاوزين نعرض وجهه نظر. لما تبقى تيجي هنا من حقك رئيس القسم تناقش وتقول له ده غلط ويحترم كلامك جدا. فده اللي هنا. فتقول السي باللوكال انستيتيك اللي هي الكوكايين، البي بالهايبوكسيا، الاي بالبريشر. الجدول ده ام اس كيو تبقى عارف. اللي بالاحمر هو الاهم اللي بيجي 1/10 دي اسهل طريقه. الديوريشن بالعكس نص 1/2 ده سوماتيك، ده بري جانجرونيك اوتوميك، ده بوست جانجرونيك اوتوميك. السي هتاثر بالكوكين، الاي بالبريشر والهايبوكسيا اكتر من البي اكتر من السي. هم قالوا لا، الاي بريشر والبي هايبوكسيا. طيب اخر سؤال ام اس كيو، حاجه اسمها نيوروتروفينز. الكلمه انا محللها لك اهي، اي ان يعني يا اولاد يعني بروتين احنا اتعلمناها، تروفيك يعني مغذي. تعلم هنا بتتعلم ترمينولوجي، ده فوق البيع بقى، مفيش كلمه ما قلتش جايبينها منين، ده غير التاريخ العلمي، بتعلم كل حاجه هنا، محاضرات بحقه حقيقي. مش هستخسر فيه كل اللي بقوله في امريكا وكندا، اجي اقول لكم انتوا اي حاجه، مش هيحصل. ومع ذلك اقرا المصدر اللي عليك، بس افهم مع العبد الله. هتبقوا مختلفين، هنا تصنع الاوائل، ناس مختلفه. يبقى بروتين مهم لتغذيه العصب، يعني هي الكلمه بتقول انا نيوروتروفينز علمتك، هم بيكتبوها من الشمال لليمين، احنا اهل يمين. اي كلمه تلاقيها صعبه اقراها من اليمين للشمال هتفهمها. اي ان بروتين، تروفيك مغذي للاعصاب للنيرونز. بروتين نيسيسري فور نيورونال جراف ديفلوبمنت، ما هو زي الاغذيه، انت بتاكل عشان تنمو وتتطور. يبقى بروتين نيسيسري فور نيورونال جراف ديفلوبمنت اند سرفايفل. مين اللي بيعمله بقى؟ مش الخلايا العصبيه نفسها، الكونكتيف تيشو بتاع الخلايا العصبيه بيسموه جلايال سيلز. جلايا يعني خلايا، عارف جلو اللي هو يعني غرائيه زي الغره، ده معنى كلمه جلايال سيلز. والماسلز واذر سيلز. فين الكلمه الصعبه بقى؟ انه بيبقى انترنالايزد، يعني هو بيتعمل بالخلايا اللي جنبها، يدخل جوه الخليه العصبيه ويمشي عكس الاتجاه، ريتروجريد تو ذا سيل بودي. يعني انت عارف الكهرباء ماشي يا اولاد، ارسمها لكم اهي. الكهرباء بتبقى ماشيه من السيل بادي ناحيه النوبز، ده اتجاه الكهرباء. هنا الماده دي اللي مهمه للتغذيه، هرسمها بلون لزق، بتدخل وتمشي عكس الاتجاه. اهي اهي، اتمنى تبقى واضحه. يبقى الكهرباء ماشيه باللون الاحمر، بتمشي من السيل بادي ناحيه النوبز، انما الماده دي انترنالايز يعني تدخل جوه الخليه العصبيه وتمشي ريتروجريد يعني عكس الاتجاه. ده اللي هو النيوروتروفينز. يبقى الكلمه بتقول ان هو عباره عن بروتين مهم لتغذيه الخليه العصبيه، جروث وديفلوبمنت وسرفايفل، فلازم عشان تاكل عشان تنمو وتتطور وتعيش. مين اللي بيعملها؟ مش الخليه العصبيه، الخلايا الغرائيه جلايد سيلز، وتدخل جوه الخليه العصبيه انترنالايز، انترنال يعني جوه، وتمشي ريتروجريد في عكس الاتجاه. تم بحمد الله ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. فاضل اللي عاوز بقى يقعد معايا اديله الاسئله الناظره التي لا يخرج عنها، اديكم المجموعه دي، وباذن الله في الاخر هنبقى نعمل مراجعه للريتم، بس في الاخر خالص باذن الله كده مراجعات خاصه. ايه الاسئله اللي بتيجي؟ في 7 اسئله لا يمكن يخرج عنهم اهو يا شباب. اول سؤال الافكتيفنس اوف ا ستيمولس، تاثير المؤثر. اشهر حاجه بتيجي فيه، يعني ممكن يجي كله، يعني تتكلم على الريت اوف ابلكيشن والسترينث والديوريشن، لكن غالبا بيجي لك اهو باللون الاحمر اني اهم حته سترينث ديوريشن كيرف. تاني سؤال اللي هو الريستنج ممبر بوتنشال، تتكلم الريستنج ممبر بوتنشال ديفينيشن، القياس بتاعه، القيمه بتاعته. تملي بعد القياس تكتب النورمال ستاندرد، قاعده في الطب، اي حاجه تكتب ميجرمنت يجي ايه العنوان اللي بعدها نورمال ستاندرد، بقيسه بالفولتيميتر
بحط الكترود بره والكترود جوه، يبقى القيمه كام؟ ناقص 90 او ناقص 70 او اقل زي ما قلنا. اهم سؤال هنا بيجي الكوزس اوف ريستنج ممبر بوتنشال، مش هيقول لك اشرحه كله. ثالث سؤال اللي هو بتاع هوجكن وهاكسلي، الفولتج جيتد صوديوم اند بوتاسيوم شانلز، وقلت لك ازاي تشرحها. هتقول شانل يبقى بروتين في حاله البوتاسيوم تفاو بوتاسيوم بس، في حاله الصوديوم تفاو صوديوم بس، هنا في 2 جيتس، هنا في 1 جيت، وتشرح القصص دي. طيب رابع سؤال الاكشن بوتنشال، انهي نوع اللي بيجي؟ ممكن مونوفيزيك، ممكن بقى العبط نجيب باي فيزيك، نجيب كومباوند، اي عبط بقى، انما غالبا مين اللي هيجي؟ المونوفيزيك. ولازم غصب عنك تقول الايونيك بيزس، مفيش اكشن بوتنشال من غير ايونيك بيز. ما تكتبش الاكسيتابيلتي تشينجز الا اذا طلبها، لازم يطلبها. السؤال الخامس، ايه الايفكت اوف سب ثريشولد ستيمولس؟ بيعمل حاجه من اثنين، اول سبعه الكتروتونس وباسيف، قطب السالب كانوني سالب بيحط شحنات سالبه، النير ملوش دعوه. الكتروتونس تيار مستمر، الكتروتونس. طيب وتشرح بقى في كات عند الكاثود وفي ان وفي تاني سب ثريشولد بيعمل لوكال ريسبونس. ايه اشهر سؤال هنا؟ يجي يقول لك الجدول اللي هو السبع نقاط دي، الديفرنس ما بين اللوكال ريسبونس والاكشن بوتنشال. وعلى فكره، على فكره النقط المهمه في النظري في نفس الوقت مهمه في الشفوي والام اس كيو، والعكس ليس صحيح. يعني في حاجات تتسال ام اس كيو شفوي لا يمكن تيجي نظري، لكن كل ما هو نظري مهم فهو شفوي، ام اس كيو مهم، نظري مهم وش سالف فهو شفوي، ام اس كيو مهم وش سالف. اتمنى ابقى واضح. السؤال السادس، factors affecting membrane potential and excitability factor صوديوم بوتاسيوم وصوديوم بوتاسيوم pump. السؤال السابع conduction او يجي لك propagation of nerve impulse، هنا تشرحوا حتتين في المايلينيتد وفي الان مايلينيتد. لما نعمل مراجعة تحديد انا هعمل ايه، مش هقولها كده، انا كده قلتها في خمس دقايق، همسك كل سؤال واجاوبه لك، تلاقي ان النيرف هنقعد قاعدة couple of hours خلص النيرف، يعني one lecture one subject، يبقى حلو كده. نيجي بقى يا شباب الام اس كيو. الام اس كيو عموما عارف انه في الميد تيرم بيبقى عدد اسئله قليل، انما في الـ اسف في الميد، انتوا دلوقتي مش ميد تيرم، حتى الترم الاولاني هيبقى بعد كده في النص، اما يبقى عندك مجموعه اسئله كتيره. الام اس كيو ده يعتمد على كلير مايند، يعني ايه؟ قاعده نمبر 1 ان اي سؤال مش عارف اجابته ما تقعدش تفكر فيه لسببين، اولا ده هيفقدك التراست، الثقه في نفسك، اتنين وهو الاهم هياخد وقت، هيضاع اسئله سهله. فاتفق هنا بنقول للطلبه كده ان لما يجي لك امتحان ام اس كيو اذا اجابه السؤال ما جاتش لذهنك اون ذا سبوت سيبه على طول اللي بعده، دي اهم قاعده عشان ما تضيعش وقت اسئله سهله وعشان ما تفقدش الثقه في نفسك. خلصت الاسئله اللي انت واثق فيها، هترجع بقى اللي انت مش واثق فيه، في شويه قواعد لازم تتبعها. في قواعد بتقول لك الاتي، انه معظم الحقائق في الدنيا لها اكسبشن، معظم وليس كل. فلما تلاقي السؤال فيه كلمه اولويز يعني دائما او بالعكس نيفر، ده غالبا اجابات خطا. الحاجات اللي هي ملهاش اكسبشن دي غالبا بتبقى خطا. سؤال مجاوب نفسه اللي هي المثل البلدي بنقول الحدايه ما بتحدفش كتاكيت، يعني يقول لي ايه مثلا؟ ده مونوساينابتيك ريفلكس في 1 انتر نيرون، شكلها حلو، المونوساينابتيك في 1 انتر نيرون. لا طبعا، لانه لو في قلنا 1 انتر نيرون، فاكر 1 انتر نيرون اهو، يبقى في سينابس مع الافرنت وسينابس مع الافرنت بقى بولي سينابتك، تبقى دي غلط. اما يقول لي السكيليتال ماسل فيها ماسكارينيك ريسبتور، حلوه السكيليتال فيها ماسكارينيك، لا السكيليتال فيها نيكوتينيك زي الجانجليا. امال مين اللي فيه ماسكارينيك؟ دي نقطه مهمه، دي رجعتها اهو، السموث ماسل والكارديك ماسل، ماسل وعليها ماسكارينيك، يبقى في ثلاث انواع من الماسلز، اثنين عليهم ماسكارينيك اللي هم السموث والكارديك، انما السكيليتال ماسل عليها نيكوتينيك. يبقى سؤال مجاوب روحه يبقى غلط، سؤال اولويز غلط، نيفر غلط، غالبا وليس دائما،
في طبعا حاجات فيري رير. طيب نيجي طيب غالبا الجمله الطويله الطويله هي الصح، يعني يوم ما تبقى توتالي كونفيوزد يبقى الجمله الطويله هي الصح. طبعا قبل المرحله دي مفروض ان انا بعمل ايه؟ السؤال اربع نقط، فانا الاول بقول ان السجل A B C D النقطه دي والنقطه دي من الاربعه دول غالبا مش هما الاجابه، يبقى خلاص يبقى انا بحصر تفكيري في الاثنين التانيين اللي فاضلين. في الاثنين التانيين اديتك القواعد always never مجاوب روحه مونوسينابتك فيها فيها وان انترنيرون كل ده غلط، سكيليتال ماسل فيها ماسكارينك السؤال مجاوب نفسه غلط، الجمله الطويله غالبا هي الصح. طيب ربنا ما فتحش عليك في اي حاجه، يعني ما فيش حاجه فاتحه في دماغك خالص، اوعى تسيب سؤال فاضي. دي اهم تاني نصيحه، يبقى الاول السؤال الصعب سيبه على اللي بعده، دي اهم نصيحه. اوعى تسيب سؤال فاضي لان احنا ما عندناش الصح الغلط يضاع الصح، علمه اي حاجه اي حاجه. طب تختار اي حاجه تبع لايه بقى؟ اختار بي او سي. ليه؟ الامتحان هنا بيتحط بمكن، فعدد الاسئله اللي ايه قد البي قد السي قد الدي عشان ما حدش يستخدم القاعده دي. لكن لما واحد هيومن فاكتور بيكتب امتحان غالبا مش دائما، يعني بيستصعب عليه يكتب اول اجابه هي الصح، وغالبا ما بيصبرش الاخرانيه يخليها هي الصح، فلقوا ان ستيل 70% من اختياراته مش كلها، ستيل 70% يعني فرصتك تبقى احسن في البي والسي، فاختار بين البي والسي واحده بس. انما نيفر ايفر تطلع تقول اصل ما كانش عندي وقت اجاوب فما علمتهاش، دي عبط. لانك انت لو جابوا قرد وعلم اي حاجه اي قرد قرد هياخد 25% من النتيجه بالاستاتيستيك كده بالاحتمالات. فاهم نصيحه لما تعرفوش سيبه عشان ما يضيعش الوقت وما تفقدش الكونفت. وايه تاني اهم نصيحه؟ اوعى تسيب سؤال. ثم تتدرج ازاي في الحل؟ الاول نكسكلود الحاجات اللي متاكدين منها، يبقى التفكير ما بين اتنين، اولويز نيفر السؤال مجاوب نفسه ده غالبا غلط، اطول ستيتمنت غالبا ده الصح، مفيش دي ولا دي خد ما بين بي وسي. الارقام يا اولاد الارقام ما بيغيرش الرقم، بيغير التمييز بتاعه. يعني خد بالك ان احنا في التمييز هو المهم، انه مثلا بالملي فولت مش بالفولت، في قبلها ماينس 90، تبقى واخد بالك من اللي حوالين الرقم هو ده اللي بيلعب فيه. لو حصل تغير في الرقم حتى على اللي مكتوب عندك في الكتاب في حدود 5 ل 10% اقبل الرقم، افهم ليه. نفرض عندي مثال سهل ان احنا بنقول الميل عنده 5 مليون ار بي سي في كل كيوبيك مليمتر، هل كل الناس عندها 5 مليون؟ قال لما جابوا 100 واحد لقوا حوالي 5 مليون، وعلى فكره بيفرق شويه من بلد لبلد، بس مش هيفرق ان احنا يبقى عندنا 5 مليون وناس ثانيه عندها 2 مليون. لكن لو قال لي 5.1 حلو كويس مش وحش، ليه؟ فما بلاش غباوات. عندنا بقى في حاجه ثانيه في الامسكيو زياده، ان الدقه الرهيبه في اللانجوج تضيعك. انا بتكلم الناس ده خصوصا اللي هم خارجين اي جي والحاجات دي والامريكان دبلوما والكلام ده، لا هم ما عندهمش الدقه دي عندنا. ادام فاهم ان قصدهم كده فوتها لهم، يعني مفيش دقه. بدليل يا راجل ده الباراسمباثيتك الجانجلا اللي في الهيد نيك اللي في كرينيال نيرفز مسمينها كولاترال، يعني ناس ما عندهاش فكره ان في هنا فيرتبرال كولم حواليه في لاترال قدامه في ثلاثه قريبين من اللاترال يبقى دول كولاترال. ازاي دول يبقوا قريبين من اللاترال؟ هو الفيرتبرال كولم ده دخل في الدماغ فيه يعني خازوق لا مؤاخذه دخل في الدماغ، الفيرتبرال كولم ده شغال فوق في فوق راس دماغ فيها تفكير، ازاي دول نسميهم في العين تبقى دي كولاترال؟ يعني المسافه دي تبقى كولاترال، يعني انا واقف قاعد جنب واحد بيدخن هو سموكر انا كو سموكر، لكن قاعد في المبنى اللي ورايا ما بقاش كو سموكر. بص زي ما بقول اهم نصيحه، كل في كتابه. انت هنا انا بديك 95% من المعلومات وهما الاهم، وبديك حاجه اهم من 95% من اللي مكتوب عندك في اي كتاب في الدنيا. هنا 100% لان ما بيهجصوش هنا خالص،
يعني اللي بيسمعوني هنا بياخدوا 100% من المعلومات المطلوبه لان هم عايزين المهم. انا بديك 25% والاهم، يعني هم ال 25% الاهم، مش بديك 25% وسايب 5% مهمين، 25 الاهم. في شويه حاجات 5% بقى بتختلف من جامعه لجامعه، وناس مش فاهمه اساسا يعني اهميه المعلومه. هتقرا في مصدرك وتلتزم باللي هو بيقوله لك. لو قال لك الباراسمباثيتك في بعض الكتب دي كولاترال صح، اكتبها لهم كولاترال حلو خالص. لو قال لك زي ما بقول لك اهو، الكتاب بيقول لك الشمس تشرق من الغرب، خلاص يبقى هي تشرق من الغرب يا باشا، مفيش اي مشكله معايا. يعني انا مش عاوز، يعني هقولها ازاي، يعني يهمني مصلحتك، ما يهمكش انا قلت ايه، مصلحتك اكتب اللي هم عاوزينه. ولا الكلام ده عمري ما اقوله هنا على فكره، لو قلته الناس تضحك عليا، لان تبقى الحقيقه حقيقه، الصح صح، ملهاش احتمالين، يا غلط يا صح. انما احنا عندنا في ميوعه الامر، ويقعدوا بقى يدافعوا سوري يعني عن الاخطاء. انا عارف ان في عدد كبير بيسمعوني، ودي ما تزعلنيش بالامانه، انا مبسوط جدا ان هم بيسمعوني. يا ريت فرصه نتبادل، لو عندهم حاجه مفيده برضه مستعد اخدها، بس ادوها لي، وروني فين مفيد واخدوه، ما عنديش مشكله ان انا اتلقى معلومه من اي شخص. واتمنى يبقى الاخر بالنسبه لي كده، ان هو ادام شايف الدكتور ناجي بيقول معلومات معقوله ومشروحه كويس ومفهومه نفهمها، واللي مش عاجبه يتناقش. انما يعني غلط. علوم، بصوا يا اولاد، في الاخر املي في الجيل بتاعكم انتوا، هو ده اللي ممكن ينهض بالبلد. اديكم شفتوا التعليم يبقى ازاي، تدخل محاضره ام اس كيو معتبر بافكار، مش اي مش اشباه اشياء، الاسم بنعمل ام اس كيو وتناقشوا مع الطلبه، ده المحاضره تعمل هنا ازاي، ترمينولوجي تقول اصل الكلمات، عاوزكم تسالوا بالمحاضرين، واتمنى هم هيتعلموا مني، هيسمعوني وانا عارف هيقولوا ان احنا كنا عارفينها من الاول، يا سيدي زي بعضه، مش انا اللي قايلها، عارفها من الاول، بس قولها. في اي ماده تقول له يعني ايه معنى الكلمه دي؟ كلمات لها معنى. لما اقول لك حاجه دي قول له مين اللي عمل القصه ده؟ يحكيها لك حتى تفهم مشيت ازاي؟ هتشوف لما اشرح لك مع الكواجيليشن، قصه الكواجيليشن، القصه انك تفهمها حصل ازاي؟ مهمه للفهم مش مهمه كحدوته. ده الفكره، احنا الاسبوع القادم باذن الله هيبقى عندنا عادي ثلاث محاضرات، بس افهم بقى يبقوا ايه، هيبقوا اثنين بلاد واحده مصر، لان احنا خلصنا الحمد لله، الحمد لله احمده على كل شيء، خلصنا انتروداكشن اوتونوميك نيرف وكما ينبغي، فهيبقى واحده مصر واثنين بلاد. بعد الاسبوع القادم هندي اثنين بس، لان احنا مشينا كويس، هندي واحده مصر واحده بلاد. طبعا محاضرتين البلاد اللي هم الاسبوع القادم دول ضرب نار، اللي هم البليتلتس والكواجيليشن ثيوري والبليتلتس رياكشن والامراض، يعني هتفهمها صح يا خلصت القصه. ولا ونزلت اذكر زميل اصغر سنا قال لي احب احضر محاضره معاك يا دكتور ناجي، تتفضل في المدرج. فقال لي جمله جميله، قال لي الفسيولوجي اللي حضرتك بتقوله ملوش علاقه باللي كان في دماغ ده، اللي في دماغ ده حاجه تاني ملهاش اي علاقه بالفسيولوجي، ده بيقول فسيولوجي تاني خالص، فهم عميق للقصه. ولا زلت اذكر قلت لكم طالبه امريكيه هنا كنت بدي في الجامعه، فخرجت تقول الراجل ده از دوينج ماجيك، لانه فجاه كل حاجه متفسره. ام نوت دوينج ماجيك، الفسيولوجي اللي بقوله مش مختلف الا في شيء واحد، انتوا عارفينه احسن مني، انه وراء الخلق خالق قوة عاقله كاملة نسميها الله، ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا على وقتكم، أتمنى أكون أفدتكم، شكرا.